أمام السلطة الفلسطينية، منها ما أعلنت عزمها المضي فيه مثل التوجه إلى طلب العضوية الكاملة ومناقشة الوضع الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما الذي يمكن أن يقدمه ذلك؟ تحويل الموضوع إلى الجمعية العامة فعليا، ما الذي يمكن أن ينتجه وأنتم في إحدى عواصم الأمم المتحدة جنيف؟ طبعا يجب أن نعرف ما الفرق بين الجمعية العامة المتحدة ومجلس الأمن. مجلس الأمن يستطيع أن يستخدم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والفصل السادس إلى حد التدخل العسكري إذا ما تم تهديد السلم العالمي. في مجلس الأمن ثم 5 دول دائمة العضوية لديها حق النقض الفيتو الذي استخدمته مساء اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وأبطلت به مشروع القرار، بينما في الجمعية العامة لا يوجد فيتو، لا يوجد حق نقض. أي بلد مهما كان صغيرا أو كبيرا لديه صوت واحد، ثم عدالة في الأصوات، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية صوتها مثل صوت الصومال أو جزر القمر، لا فرق. إذن الأمم المتحدة، الجمعية الأمم المتحدة هي ملجأ دائما يتم اللجوء إليه لما يحدث عجز في مجلس الأمن بسبب الفيتو. لكن الإشكال في جمعية الأمم المتحدة أن قراراتها ليست تنفيذية وإجرائية، لا تمر عبر الفصل السابع مثلا ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن تدخل قوي وراها، تبقى قرارات للأسف حبر على ورق لأنها لم تمر عبر الفصل السابع ميثاق الأمم المتحدة وعبر مجلس الأمن. هذا هو الفرق بين الجمعية العمومية ومجلس الأمن. إذن من المشروع لما يحدث فشل في مجلس الأمن الذهاب إلى الجمعية. سيد رياض، افترض للحظة، افترض للحظة بأنك هو الرئيس الفلسطيني، لنقل الرئيس الفلسطيني رياض السيداوي، من بين الخيارات المطروحة مع الوضعية الحالية، ما الذي كنت ستفعله؟ ما الخيارات الممكنة؟ كأن البعض يحمل الفلسطينيين أكثر مما يتحملون الآن في هذه الفترة بانتقاده للطريقة التي يديرون بها الملف، أقصد السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية بدون شك هي تعيش أزمة كبيرة. يعني عندي مشروع كتاب وذهبت فيه كثيرا حول الزعيم الراحل الخالد أبو عمار، ياسر عرفات أسد الجبارين. ياسر عرفات كان شخصية كاريزمية قادرة على التحريك وقادرة على فرض نفسه. اليوم الوضع صعب للفلسطينيين وللعرب معا، نحن في نفس السفينة. صعب لانقسام القضية بين غزة ورام الله، لنعترف أن غزة واستيلاء حماس عليها ورغم المفاوضات الأخيرة ومحاولة العودة، لكن أن توجد دولة أخرى مقابل الدولة الفلسطينية هذا أضعف القضية الفلسطينية من الداخل. ثم الجو العربي العام، من يقود الجامعة العربية يا سيدي؟ من يقود الجامعة العربية اليوم هي دول تشيد وتنوى بقصف طرابلس وقصف بغداد وقصف دمشق، وتريد ضرب العواصم العربية وتحطيمها من قبل الناتو. هذه التي تقود الجامعة العربية، فلا يجب أن ننتظر منها أي خير للقضية الفلسطينية. لهذا أقول أنا أستمع إلى صوت الجمعية الفلسطينية، إلى شعبي أولا، واستمع إلى الجمعية العربية الصادقة، واستمع إلى الجمعية الإنسانية. هنا في جنيف كل يوم جمعة سويسريين وأوروبيين يتظاهرون من أجل القضية الفلسطينية. نعم. سيد موفق، ما رأيك فيما قاله ضيفي؟ كل الاحترام.